وهذا العمل بيحمل حقيقة جرعة كتير كبيرة من الجدل. أكشن جدل وحب في مسلسل إكس. غير اسمه لتغير شكله تكون خطيبة البطل. بالشكل ده كانت الأجواء في كواليس تصوير مسلسل إيكو مع معتصم النهار، أمر خلف، علي سكر، لايان باردي والمخرج محمد عبد العزيز. وكان كشف لنا معتصم النهار في لقاء نشرناه قبل كده عن تفاصيل دوره في العمل ده، وكنا شفناه في الكواليس مع علي سكر الثنائية الكوميدية دي اللي خطفت الأضواء في صالون زهرة. تخمين. أنا سنين الله لا يوفقك. بس في إيكو الدور مختلف تماما. أحكي لك إنه اسمها جمال، مانا شريرة كمان الشخصية، هي مركبة، هي بلحظة بتعاطفي معها، بلحظة ما بتفهمي شوها، بلحظة بتقولي إيه، هي مركبة تركيب كتير عويص وبالتفكير والرؤية تبع الأستاذ محمد فبتتركب زيادة الشخصية، إيه فعمل لك عم يكون في تحدي لإلنا، يعني حتى بالرياكشن تبعنا عم يكون في تحدي لأنه في موضوع بيوصلك، ممكن هو يكون بفرح بس الشخصية ما بتقدر تفرح عليه، يعني في شيء ما عم بيكون للحظة إنه شو عم بيصير، عرفتي؟ عم بحكي على صعيد الممثل، المشاهد أكيد رح يكون فاهمان شو بصير. واضح إن الكل مستمتع بالعمل مع المخرج محمد عبد العزيز، بس في حاجة واحدة الكل متفق عليها. أنا قلت له إياها وإن شاء الله ما يزعل إنه عم بقول على الهواء. قلت له هي الشقفة المجنونة براسك هي يمكن أحلى شيء عم تصير معنا. شخص كتير كرياتيف، هو كتير مبدع، كتير عارفان شو بده، كتير بتحسي بأمان أنت بين إيديه، رغم إنه هو ما في أمان جسدي بالشغل لأنه هو بيخليكي، هو بيدفش الممثل لأنه عن جد يروح للأقصى، يعني هو معه بأي شيء بدك تعمليه، طبعاً بيخدم الشخصية، مو أوفر يكون عن الشخصية. ويمكن عشان كده دايماً الجدل بيحيط بالأعمال اللي بيخرجها، وآخرها شارع شيكاغو اللي عمل ضجة كبيرة لجرأة المشاهد اللي فيه. بالنسبة للجدل حقيقة أنا ما كتير مستقصده، بس أنا دايماً ضمن مشروع هيك خليني أقول فكري ومعرفي بيشتغل، وبالتالي هذا الجانب بيصطدم مع يقينيات خليني أقول عن بالمجتمع وعن بعض المشاهدين، وبالتالي بتنسار هاي الحالة، لكن ما منسيرها من أجل الإثارة الفارغة. وهذا العمل بيحمل حقيقة جرعة كتير كبيرة من الجدل إذا فسر بطريقة كالعادة. بس ما فيش شك إن التركيز كله هيكون على القصة اللي الواضح إن فيها أكشن كتير من الكواليس، وهنشوف كل الأحداث في 8 حلقات على منصة جيم تايم. هو العمل خليني أقول بوليسي اجتماعي فكرياً، العمل حقيقةً كتير عميق، كمان يعني بيغوص عميقاً ببنية التنظيمات الإرهابية، حتى عن هذا الجانب هي أول مرة بنحكي، بالإضافة لأنه في خط عاطفي كتير قوي كمان بالعمل. وأكيد هنا بيبدأ دور البطولة النسائية للعمل ده، واللي بتقدمه عمر خلف بشخصية تعبتها قوي بتعاون لأول مرة مع محمد عبد العزيز. الشخصية هي شخصية واحدة الحقيقة، مو هي كذا شخصية، هي شخصية واحدة، مشان ما كتير نحن نفضح هيك لقدام، بس بتمر بمراحل كتيرة، بتضطر لتغير اسمها، لتغير شكلها، لتغير إلى آخره، في تشويق، في شيء جديد على صعيد الصورة، على صعيد طرح الحدث، إن شاء الله هيك نتوفق ونقدر نقدم مادة ممتعة. وباين إن إيكو كان بوابة عودة لايان باردي للدراما السورية بعد سنتين قضيتهم في الأعمال العربية المشتركة في عروس بيروت وعهد الدم وغيرها، ونشوفها قدام معتصم النهار مرة تانية بعد ما كانوا متجوزين في باب الحارة. الشخصية هي اللي عم بلعبها هون شخصية هيك جديدة، لها هيك شوية إشكاليات من ضمن سياق العمل، يعني بتكون خطيبة البطل، بيصير معها أحداث بسبب غيرتها، بسبب يعني مجموعة قصص هي منشوفها بالحياة بحالات مختلفة، حالات متنوعة، وإن شاء الله هيك تعجب العالم. ومع إن العمل سوري بشكل كامل، بس كان فيه إضافة عراقية بمشاركة إسراء الأصيل. وأكيد بعد ملايين الفيوز على اليوتيوب والنجاح الكبير كمطربة، الكل بيتسائل عن طبيعة دورها في أول تجربة درامية ليها. هو الدور مو غنى بشكل صريح، لا هو هي يعني ما أريد أحرق الدور أني، بس أنه حيكون أكو علاقة يعني للغنى بالدور، بس مو بشكل صريح أنه فنانة، بعيدة شوي.